أهلا ومرحبا بكم في تطبيقات الواقع المعزز وبرنامج كويفر 3D. بعد تحميل التطبيق على الجوال قم بالدخول على موقع quivervision.com ثم الدخول إلى قائمة Coloring Packs. قم الآن بتحميل الأوراق الخاصة بالبرنامج ثم اطبعها. أخيرا وجه كاميرا الجوال على الورقة وشاهد كيف نجعل ما نقوم بتلوينه يتحرك ويعود إلى الحياة.